ظلت هذه البنايات صامدة وشامخة رغم الدمار الذي لحق بأقرانها في المحيط. صمدت لتكون دليل إدانة على من باعوا أنفسهم للشيطان فغشوا في البناء فأزهقوا بجشعهم أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء. 32 ألف شقة سكنية ضمن مشاريع الإسكان الحكومية في المدن التركية المنكوبة لم تتأثر بهذا الزلزال بحسب المقاطع المصورة وشهادات سكانها قبل البيانات الحكومية. تحركت الدولة التركية من اللحظة الأولى في جهود الإنقاذ والمساعدات وانتشال الضحايا وإسكانهم مؤقتا في مناطق أكثر أمانا، كما نشرت الشرطة والجيش لفرض السيطرة الأمنية في هذه المدن المنكوبة. بالتوازي بدأت تضع يدها على الأسباب التي خلفت هذا العدد الكبير من الضحايا، فأعلنت وزارة العدل اعتقال أكثر من 100 مقاول بناء حتى الآن في إطار التحقيقات بانهيار مبان من جراء الزلزال بسبب عدم التقيد بمعايير البناء. تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 25 ألف مبنى انهار أو لحقت به أضرار جسيمة لا تصلح للسكن بعد هذا الزلزال. وفي إطار الوقوف على المتسببين في كارثة إزهاق الأرواح، قال وزير العدل التركي بكر بوزدار إن وزارته أنشأت مكاتب خاصة للتحقيق في اتهامات بالغش في أعمال البناء والذي قد يكون سبب انهيار المباني في هذا الزلزال، في وقت حاول بعض المتورطين الفرار إلى خارج البلاد. وفي وقت تخطط الدولة التركية لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن مع بنيتها التحتية والفوقية وإعادة إنشاء المدن التي تعرضت لدمار كبير بعد الانهيار السريع للمباني بعد الزلزال، خسائر تقدر بحسب المختصين بنحو 30 مليار دولار، ما يجعل من جبال الركام المنتشرة في الكثير من المناطق شاهدا على تهاوي أخلاقي من غشوا وباعوا ضمائرهم ليرفعوا أرصدتهم وأموالهم.